على كل حال للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. في الحقيقة كثر الحديث عن رؤى لحل القضية الفلسطينية، وفي مفاد حديث يمكن وزير الخارجية سامح شكري تحدث عن أن هنالك رؤى للتوصل إلى حلول جذرية ونهائية لهذه القضية، ولكن يجب أن يتم ترجمة هذه المبادرات وهذه الرؤى على أرض الواقع جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية. أي شكل من أشكال التنسيق ممكن أن ينقلنا أستاذ أشرف من وجهة نظر حضرتك إلى ترجمة هذه الرؤى إلى حلول فعالة على أرض الواقع؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك وللسادة مشاهدي إكسترا نيوز. بالتأكيد السؤال الذي وجه للسيد سامح شكري ورد عليه يعني أوضح أنه هناك بالفعل رؤى وهناك اتفاق عربي حول تصور جديد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. رؤى يعني لا تشتمل فقط على وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات إلى غزة، وإنما العمل بالتنسيق مع الأمريكيين على حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال يعني إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من خلال تطبيق مبدأ حل الدولتين. يعني ما قاله السيد سامح شكري يشبه يعني إحداث تعديل على مكونات مبادرة السلام العربية العام 2002 تتلائم مع الأوضاع الحالية، تتضمن يعني أن يكون هذا العدوان الإسرائيلي على غزة حاليا هو الأخير، وأن يكون هناك تنسيق مع السلطة الفلسطينية لإدارة غزة والضفة، وأن تكون هناك مساعدة كبيرة للفلسطينيين لإعادة البناء، لأنه كما قال الفلسطينيون لن يستطيعوا أن يعني يعيدوا بناء القطاع الذي دمر تدميرا يعني غير مسبوق. وهذه الرؤى لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنسيق مع الأمريكيين، لأنه الأمريكي كما نعلم هو صاحب التأثير الأكبر في العالم على إسرائيل، هو الذي حمى إسرائيل، هو الذي زودها بالمال والسلاح ووفر لها غطاء قانوني في مجلس الأمن الدولي وفي كل المنظمات الدولية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حل إلا بالتنسيق مع الأمريكي. رأينا كيف أن أوروبا بالكامل يعني تحولت مواقفها لصالح الشعب الفلسطيني، كيف روسيا والصين يعني أعرب عن مساندتهما للشعب الفلسطيني، لكن لم تستطيع لا أوروبا بالكامل ولا روسيا ولا الصين أن يفعلوا أي شيء. أستاذ أشرف، هل أو إلى أي مدى نستطيع القول أن الموقف الأمريكي أصبح هو العقبة الوحيدة أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقي، مع الوضع بعين الاعتبار فكرة أنه التصريحات، الزيارات، التنديدات، التحذيرات الأمريكية كثيرة في الحقيقة على وسائل الإعلام، الازدواجية في الموقف الأمريكي إلى أي مدى يعد عقبة أخرى أمام الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت؟ يعني أولا كان الموقف الأمريكي موحدا مع الإسرائيليين في 7 أكتوبر، كان كل الأمريكيون يساندون إسرائيل، يقفون معها، ولكن استمرار العدوان، الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بدأت تحدث انقسام وشرخ كبير سواء في الإدارة الأمريكية أو في الشارع الأمريكي. استطلاعات الرأي أثبتت أنه معظم الشباب في الولايات المتحدة أصبحوا يعني يعيدون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويُنددون بإسرائيل ويعارضونها. بدأ يحدث تغيير في مواقف في الإدارة الأمريكية وانقسام واضح، على سبيل المثال بين موقف الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر. كل هذا يعني جعل بالإمكان أن يحدث تغير حقيقي في الموقف الأمريكي. هذا التغير ربما بدأ الآن في محاولات أمريكية للضغط على إسرائيل للقبول بهدنة، وأيضا للضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين ولعدم دخول رفح. هذا الأمر جاء بعد فترة طويلة من يعني
المساندة الأمريكية غير المشروطة، وبعد فترة طويلة من الاتصالات والضغوط، ويبدو أن الأمريكي بدأ يدرك الآن أن إسرائيل هي العائق الأكبر أمام عملية السلام، وأن هذا يضر بصورة أمريكا وبمصالحها في المنطقة، وهذا ما نأمل أن يستمر. ولذلك جاء تحرك السداسي العربي، مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية، جاء التحرك العربي لطرح رؤية عربية، لأنه الاعتماد على أن تكون إسرائيل هي وحدها التي ترسم خريطة ما بعد انتهاء هذا الحرب أو أمريكا وحدها هو اعتماد خاطئ، ولابد أن تكون هناك رؤية عربية ومرونة في المواقف، رغم أننا دائما يعني هناك مرونة، لكن لابد من مرونة تتواكب مع الموقف الحالي، خاصة صحيح. وأنه بالتأكيد غزة دمرت تماما صحيح. وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء وتحتاج سلام دائم. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا.